شباب مصر في الخارج مشرفين بلادهم بأفضل شكل. كل يوم بنسمع عن إشادات قوية لطيورنا المهاجرة المقيمة في أغلب دول العالم. واحد من النماذج دي هو الشيخ علاء الزقم، إمام الجمعية المصرية بمدينة ملبورن في أستراليا، الحاصل على جائزة رئيس الوزراء الأسترالي للتعددية الثقافية، وصاحب الدور المؤثر في المجتمع الأسترالي لترسيخ قيم الوحدة والمواطنة والتسامح والتعايش وقبول الآخر. شيخ علاء، منورنا النهاردة في استوديو صباح الخير يا مصر. صباح الخير. صباح الخير يا أستاذ حسام، وصباح الخير أستاذ جمان، وصباح الخير على المصريين جميعا إن شاء الله. يعني بنبارك لك بكل تأكيد، وكلنا شرف وفخر بيك. ربنا يبارك في حضرتك، وشرف لمصر والأهل مصر جميعا إن شاء الله. احكي لنا القصة من بدايتها كده، من طقطق لسلام عليكم زي ما بيتقال. الحمد لله أنا في مسجد الجمعية المصرية لمدة 7 سنوات الآن، وأول ما رحت أستراليا كان بلد جديد بالنسبة لي هناك، في بلد متعدد الثقافات والأديان. في أكثر، أستراليا بلد يضم أكثر من 120 ديانة وأكثر من 150 ثقافة على مستوى العالم. الناس هناك من كل بلد وعلى اختلاف أشكالهم وألوانهم وأجناسهم. ففي هذا البلد يعني مجتمع أنت بتعمل فيه كشيخ وتعمل فيه على إنسان يجمع بين الثقافات والأديان والتأكيد على القيم المشتركة والإنسانية بين الناس. فالمجتمع الأسترالي مجتمع يرحب بكل الناس ويعمل دائما على التواصل مع جميع الحضارات والثقافات، وإحنا عملنا كمصريين في هذا المجتمع على إثبات وجود المصري هناك، وكذلك التأكيد على وجود الأزهر الشريف في المجتمع الأسترالي عن طريق الدين الوسط المعتدل هناك. فالحمد لله على مدار 7 سنوات بنجمع كل الطوائف المختلفة من جميع الأديان، ونتشارك معهم القيم الإنسانية المشتركة، ونؤسس بعض الأنشطة مثل اليوم المفتوح للمسجد، بندعو فيه الناس من كل الأديان الحضور للمسجد يعرفوا عن الإسلام والمسلمين، خاصة في ظل وجود الإسلاموفوبيا والعنصرية في بعض الأحيان. وكذلك أيضا بعض الأنشطة مثل يعني إفطار رمضان مثلا، إحنا بنشارك الإفطار في بعض الأحيان مع غير المسلمين أيضا، وبنعطيهم صورة يعني عن الأنشطة والعبادات في الجامع في الجمعية المصرية هناك، وزي إن إحنا جميعا بنشترك في كثير من القيم الإنسانية والقواسم المشتركة بين الناس جميعا على اختلاف أديانهم وثقافتهم. عظيم جدا. شيخ علاء، يمكن حضرتك تطرقت لنقطة مهمة، وفكرة إنه أستراليا فيها تعددية ثقافية وفيها ديانات مختلفة، في نفس الوقت في يمكن عند الغرب في نظرة يمكن إنه الإسلام دين متشدد، أو في المسلمين متطرفين والإسلاموفوبيا زي ما حضرتك ذكرت. المعايير اللي تم اختيارك على أساسها عشان تفوز بهذه الجائزة وتقدر أنت يكون ليك دور فعلا أنت تغير هذه النظرة. نعم، هو المعايير يعني الجائزة بتقدم لها الكثير من الناس في مؤسسات وكثير من الشخصيات، والجميع بيساهم في المجتمع الأسترالي. إن هو بيتم التقدم فيها يا فندم ولا بيكون ترشيح؟ بيتم ترشيح من جميع المؤسسات وجميع الأشخاص المشاركين والأشخاص اللي لهم تأثير في المجتمع، ويتم التقييم، وهي جائزة رئيس الوزراء في الحكومة في ولاية فيكتوريا. يعني هي جائزة واحدة، هناك الكثير من الجوائز الخاصة بالمساعدات للاجئين وكثير من الجوائز الخاصة بالتعليم، فبيقيموا على أساسها الناس اللي هم المشاركين في إحداث الفارق في المجتمع الأسترالي والعمل على تجميع الناس على اختلاف ثقافتهم وأديانهم. فكان التواجد عن طريق المشاركة في الأنشطة مثل اليوم المفتوح للمسجد اللي احنا بنعرف فيه عن الإسلام بالصورة المعتدلة الصحيحة اللي تعلمناها في الأزهر الشريف، وتم الاختيار. كان في حوالي متقدم 800 أبليكيشن، وتم اختيار الحمد لله على زي غيره من كثير من المصريين اللي هم المتقدمين على مستوى العالم كله، وبيحدث الفارق في كثير من المجتمعات. عندنا الدكتور دانيال نور في سيدني كمان، هو واخد شخصية العام في سيدني، وكثير من النماذج المشرفة في أستراليا وفي كثير من الدول ما شاء الله. طيب شيخ علاء، عايز أسألك سؤال مهم جدا. هذه اللقاءات اللي بيتم فيها تجميع العديد من المواطنين في أستراليا أو المهاجرين اللي بيعتنقوا مختلف الأفكار والديانات، هل الهدف منها دعوي، يعني دعوة هؤلاء البشر لاعتناق الإسلام، ولا لشرح والتأكيد على تقبل الإسلام للتعددية بدون تكفير وبدون إبداء الرأي في من سيدخل النار ومن سيدخل الجنة؟ أحسنت يا أستاذ حسام، سؤال ممتاز. وإحنا بنهدف دائما يعني خاصة في ظل وجود الأفكار المغلوطة سواء في بعض الأحيان من بعض الإعلام في أستراليا اللي هو يعني بيظهر الإسلام وكأنه هو فقط داعش
والمتطرفين والإرهابيين. إحنا بنظهر للناس دول إن إحنا في بيننا كتير من القواسم المشتركة والقيم الإنسانية في جميع الأديان وجميع الثقافات. فالهدف ليس الدعوة فقط، وإنما إن إحنا بنؤكد على رسائل والقيم المشتركة بين الناس. وكثير في بعض الأحيان الناس ما تعرفش عن المسلمين، وفي بعض الأحيان تذهب إلى بعض الأماكن في أستراليا في القرى والأرياف وفي الأماكن حتى في بعض المدن ربما لم يلتقي شخص منهم بمسلم واحد. فإحنا بنعمل على التعريف بالإسلام، ليس الهدف الدعوي وإنما التأكيد على كثير من القواسم المشتركة. إحنا بنشارك في كثير من الأنشطة، مثلا زي دعم اللاجئين. إحنا بنشارك ومحدش هناك حد بيسأل حد عن دينه وإنت جاي بناء على إيه الدافع الديني لك، لا، في كثير من القيم المشتركة بيننا اللي إحنا بنشاركها كإنسان. فبنؤكد على هذه الرسائل ونصحح بعض المفاهيم الخاطئة أيضا. يعني دورنا إن إحنا كمان نصحح بعض المفاهيم الخاطئة، لأن في كثير من الناس المسجد اللي أنا فيه هو جار كثير من الأسترال وبيحضروا للجامع وبيسألوا عن الإسلام، خاصة في وجود بعض المجموعات المتطرفة والأعمال يعني اللي هي تسيء للإسلام بالزبط. في بعض الأحيان، فإحنا بنصحح الصورة المغلوطة دي. ولكن الدعوة هي يعني جزء من العمل، ولكن الأساس هو التأكيد على القواسم المشتركة بين الناس جميعا على اختلاف ثقافتهم وأديانهم. عندئذ حتى البعض بيقرأ، وإحنا عرفنا في تاريخ الإنسانية أن كثير من المستشرقين كتبوا عن الإسلام ولم يعتنقوا الإسلام وشاهدوا بعدالة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وكثير من المسلمين في كثير من البلاد دون أن يعتنقوا الإسلام. فإحنا نؤكد على هذه القواسم المشتركة دون أن يكون الهدف فقط والهدف الدعوي، وإنما الهدف هو التعريف بصورة الإسلام الصحيحة، للأسف في بعض الأحيان تشوه عن طريق البعض. عظيم كده. نعم. شيخ علاء، هياخدنا لسؤال آخر، إنه للأسف المجتمعات الغربية بتصف الإسلام بما ليس له أي علاقة بالدين الإسلامي. نعم. طبعا ده بناء على الأفعال البغيضة والمتطرفة اللي بتقوم بها الجماعات الإرهابية. نعم. تحت لواء الإسلام. نعم. بما أن حضرتك موجود في واحد من هذه المجتمعات، عايز أعرف من حضرتك من أرض الواقع، يعني حضرتك موجود هناك بالفعل، نظرة للإسلام شكلها عامل إزاي؟ انطباعات الناس هناك والمجتمع هناك عن الإسلام شكله عامل إزاي؟ أيضا ردود الفعل لما حضرتك بتشرح المفاهيم السليمة للدين الإسلامي، وزي ما حضرتك قلت القيم الإنسانية للدين الإسلامي. نعم. المجتمع المسلم في أستراليا لا يتعدى نسبة 2% من الشعب الأسترالي كاملا، ودي نسبة بسيطة جدا. لذلك احنا بنشجع الشباب ان هم يختلطوا بكثير من المجتمع الأسترالي في كثير من المجالات. يعني احنا لا نحرص على ان يكون المسلم في أستراليا هو شخص عابد يجلس في المسجد 24 ساعة فقط، لا، احنا بنحث الشباب ان هم يخرجوا الى المجتمع ويكون فيهم الدكتور والمهندس والمعلم، حتى اللي بيختلط بغير المسلمين، حتى يكون هو النموذج الذي يمثل الإسلام في هذه المجتمعات. فالانطباع عن الإسلام يعني الحمد لله الآن الصورة تحسنت كثيرا، حتى عن طريق البعثات كمان التي بتخرج من الأزهر والأوقاف والعلماء والمشايخ اللي بيعرفوا الناس بالصورة الصحيحة المعتدلة عن الإسلام. وكثير من الناس الحمد لله بتغير بأخلاق المسلمين والتعامل مع المسلمين. كل واحد هناك فخور بدينه، وكل واحد بيحب ثقافته وبيحب دينه. فما يحدث الفارق هو أن الناس ترى الأخلاق في المسلم، وترى إتقان العمل، وترى حسن الجوار، وترى المعاملة الطيبة لجميع الناس. فكثير من الناس بيغير الصورة عن الإسلام، وللصراحة الحكومة الأسترالية والشعب الأسترالي شعب طيب. والآن حتى يعني على مدار شهر رمضان الكريم إحنا بنلتقي خلال كل ليلة من ليالي شهر رمضان بمجتمع غير مسلم، والحكومة بتؤسس لإفطار كبير يحضره أكثر من 500 شخص من جميع الأديان والثقافات. فده بيساهم في تعزيز العلاقات، يساهم في تصحيح الصورة المغلوطة، يساهم في تعريف الناس بالقواسم المشتركة بين المسلمين وغير المسلمين، وعلاقة طيبة عظيم بين الإسلام وغير المسلمين. ده هنا كمان والله يا شيخ علاء، عشان الكل بيساهم فيه إن شاء الله، زي ما إحنا كلنا بنساهم في تصحيح الصورة، إحنا إن شاء الله كمان لنا دور مع حكومتنا مع مجتمعنا ان احنا نغير هذه المفاهيم المغلوطة. وانا شفت بعض الاعلانات ما شاء الله كمان. واخيرا على نقطة المفاهيم المغلوطة، ده هيخليني اسال سؤال هو شائك شوية. بس ممكن ناس من اللي بتتفرج من يتبعون فقه الضرورات تبيح المحظورات يقولوا الشيخ علاء هو موجود هناك فهو مضطر ان هو يتقبلهم عشان هو موجود في بلدهم. لكن لو احنا موجودين في بلدنا واحنا الاغلبيه فاحنا لا يجب علينا ان نتقبل من هم لا يدينون بالاسلام. ردك على الافكار دي؟ طبعا ده احنا تعلمنا دائما، والنموذج هو النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المدينه. مجتمع المدينة كان مجتمع الأغلبية الغير مسلمة،
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أسس هو معاهدة المدينة مع غير المسلمين. وإحنا بنحرص كمصريين يعني بصورة خاصة إن إحنا حتى في الأعياد، أعياد إخواننا الأقباط، بنذهب للكنيسة هناك وبنهنئهم بالأعياد وهم بيجوا لنا الجامع هنا. أنت ما أنتش مضطر إن أنت تعمل ده. إحنا مش مضطرين، ولكن هذا إحنا يعني هذا من الدين، وديننا بيأمرنا بكده، وإحنا بنود إخواننا في الإنسانية. وإحنا عندنا آية في القرآن ميثاق مع الناس، حتى إحنا بنشرحه لغير المسلمين لما بيشرحوا لنا القوانين في ضوء المعاهدات في ضوء القوانين. إحنا بنقول لهم عندنا آية هي ميثاق التعامل بين المسلمين وغير المسلمين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، ونشرح البر حتى اللي بيأتي منه بر الوالدين، أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فهذا ليس يعني نعتبره واجب ديني وليس إجبار من الحكومة ولا من القانون ولا لا، دي حق الأخوة الإنسانية وحق البشر جميعا علينا اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضه. إحنا بنبر وده يندرج تحتي مشاركتهم في احتفالاتهم في أعيادهم. طبعا إحنا بنروح نهني إخواننا الأقباط في أعيادهم، وبنحضر كثير من المناسبات لأن الناس بتجيلنا وبتقولنا رمضان مبارك وعيد مبارك وبيحضروا. أنا عايز أذكر مثال كمان بعد الحادثة بتاعت كرايست تشيرش في نيوزيلندا، ونيوزيلندا هي الجارة القريبة طبعا. حصل أن الناس جات بكمية من الورود وكمية من البرقيات والكلمات الطيبة والتعازي بصورة غير عادية. إحنا حتى في الجمعية في المسجد يعني الورد كان مغطي الأرض كلها، مش عارفين نودي الورود دي فين. فالناس دي تستحق منا أن إحنا يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو على الأقل أو ردوها. فإحنا بنرد على الناس بالكلمات الطيبة والمعاملة الطيبة، وده اللي بيساهم في تصحيح كثير من الأفكار المغلوطة في البعض. ربما لا يقرأ عن الإسلام ولكن يرى الخلق ويرى التعامل ويرى الصورة الصحيحة عن الإسلام من الشخص اللي بيعامله المسلم. لذلك إحنا بنقول لكل الناس أنتم سفراء الإسلام في هذه البلاد، وأنتم سفراء دولكم في هذه البلاد، فأحسنوا يعني التمثيل للدين وأحسنوا التمثيل لبلدكم إن شاء الله. وأنت خيرا مثال الحقيقة. ربنا يبارك فيك. والله يعني زي ما كنا بنتكلم مع حضرتك مهم جدا النقطة اللي ذكرتها أنه القيم الإنسانية والأخلاق هي يعني خير مثال وخير تمثيل للدين الإسلامي. صحيح. بشكر حضرتك طبعا. نعم. شكرا جزيلا ومبارك لك على هذه الجائزة، يعني جائزة شرفتنا كلنا بيها. يمكن محتاجين من نماذج زيك الحقيقة الله. كمان بره وحتى هنا عشان الله. نقدر نعم. فعلا ننقل الصورة السليمة لديننا الدين الإسلامي. نشكرك شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك شيخ علاء الصقم إمام الجمعية المصرية بملبورن الأسترالية الحائز على جائزة التعددية الثقافية. نشكرك جزيل الشكر. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا.